بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنتحدث في هذا اليوم عن شرح ضرب المتجهات. طبعا هذا الدرس موجود في فيزياء 11 المنهاج الفلسطيني، يقدمها لكم الأستاذ محمود إسماعيل موسى. أهلا وسهلا بكم. سنتكلم عن طرق ضرب المتجهات في 3 موضوعات سوف نتحدث عنهم خلال هذا العرض إن شاء الله. الشيء الأول راح نتحدث عنه بإذن الله تعالى هو ضرب كمية متجهة بكمية عددية. هذا النوع الأول اللي راح نتحدث عليه. النوع الثاني اللي راح نتحدث عليه هو عبارة عن ضرب الكمية المتجهة ضربا قياسيا نقطيا، يعني فينا الضرب القياسي أو الضرب النقطي، الاثنين نفس المسمى. النوع الثالث راح نتحدث عليه إن شاء الله هو عبارة عن ضرب الكمية المتجهة ضربا اتجاهيا أو تقاطعيا، يعني بالضرب الاتجاهي أو الضرب التقاطعي. هنتكلم أول حاجة عن ضرب كمية متجهة بكمية عددية. الآن سنلاحظ أنه يوجد لدينا متجه. المتجه هذا وليكن اسمه المتجه ألف. هذا المتجه له مقدار معين كما ترون، وله اتجاه إلى اليمين. طبعا الكمية المتجهة تتحدد بمقدار معين، تتحدد باتجاه. هالوقت لو احنا ضربنا هذا المقدار، هذا المتجه ألف، ضربنا في عدد في كمية عددية وليكن ضربناه في 2، ماذا سيحدث لدينا؟ كما ترون أصبح المتجه طوله ضعف، يعني مثله مرتين، قد مرتين. هذا إن المتجه الناتج اللي هو عبارة عن 2 ألف. طيب اتجاهه هلأ كيف؟ كما ترون نفس الاتجاه المتجه الأصلي. يبقى عندنا في حالة الضرب كمية عددية بكمية بمتجه سيكون لدينا ضعف. مثلا هنا في عندنا 2 يبقى يكون عندنا ضعف، لو كان 3 بيكون عندنا 3 أضعاف، وهكذا، والاتجاه نفس الاتجاه. طيب الآن لو احنا ضربنا المتجه بكمية سالبة، ماذا سيحدث لدينا؟ لنفرض أننا ضربنا المتجه ألف الذي أمامنا هنا، ضربناه بسالب 1، ماذا سيحدث لدينا؟ كما ترون المتجه ضربنا سالب 1، أصبح لدينا سالب ألف. الكمية نفس ألف ولكن الاتجاه تغير في الاتجاه المعاكس، هذا إلى اليمين أصبح هذا إلى اليسار. وكذلك لو ضربنا المتجه ألف في سالب 2 كما ترون سيصبح لدينا هذا الشكل، طوله ضعف ضعف ألف مرتين، ضعف ألف، والاتجاه أخذ في الاتجاه المعاكس. طبعا هنا نود أن نشير بأن الإشارة السالب دليل على أن المتجه يكون في اتجاه معاكس. الآن سوف نتحدث عن سؤال الموجود في صفحة 9 من الكتاب. يوجد أمامنا بيحكينا السؤال الفرعين ألف وباء. الفرع ألف اعتمادا على الشكل 9 أرسم المتجه نص ألف والمتجه سالب 3 ألف. طبعا شكل 9 هو الموجود في الكتاب. ما نود أن نحصل عليه هو عبارة عن نصف ألف. طيب هاي ألف موجود لنا، كيف نجيب نصه؟ بنجيب يعني نص المتجه هذا بنرسمه، ويكون اتجاهه طالما الكمية عندنا موجبة يبقى يكون عندنا اتجاهه نفس اتجاه المتجه ألف كما سنشاهد. الآن لدينا هنا نصف طول نص المتجه ألف، نفس الوقت له نفس الاتجاه. طيب الحين لو احنا بدنا نجيب المتجه سالب 3 ألف، كما حكينا سالب يعني اتجاه معاكس، سيكون في اتجاه معاكس لألف. طيب 3 يبقى يكون عندنا 3 أضعاف، ويبقى يكون عندنا كالشكل كما ستلاحظون. تمام، طوله 3 أضعاف المتجه ألف، وسالب يعني في الاتجاه المعاكس لألف. الآن سنحل المطلوب الثاني، وهو بيحكي ما الكمية المتجهة الناتجة من ضرب متجه السرعة في الزمن وما وحدتها. الحل عندنا متجه السرعة عين
متجه ضربناه في الزمن، إيش هيعطينا؟ هيعطينا فلي عبارة عن بده هنا كمية المتجه، الكمية المتجه اللي ناتجة عنها هي الإزاحة، الكمية المتجه إذا لدينا هي الإزاحة، إيش وحدة قياسها؟ طبعا وحدة قياسها المتر، لأنه هذه عبارة عن متر لكل ثانية وهذه ثانية، فالثانية مع الثانية بتروح فبضل عندنا وحدة المتر. طيب بعد ما حلينا هلا السؤال بدنا نعرف قاعدة، القاعدة هاي راح تفيدنا في معرفة في الدرس في الشرح التالي، وعبارة عن الضرب القياسي والضرب الاتجاهي. بتحكي لنا القاعدة الناتج من حاصل الضرب الاتجاهي للمتجهين هو كمية متجهة. مثال ايش يعني؟ عندنا هنا ضرب، عندنا هنا كمية متجهة، ضربناها ضرب اتجاهي. ايش ضرب اتجاهي؟ هنتعرف عليه كمان شوية. مع القوة هيعطينا كمية متجهة عبارة عن عزم القوة. طبعا هذا اللي راح نتحدث عليه في الفصل الثاني من الوحدة الأولى الكتاب 11، هنعرف هذا القانون هنتعامل معه، عبارة عن عزم القوة بنساوي له متجه في قاف متجه. طيب في عنا الحين القاعدة الثانية، هي عبارة عن الناتج من حاصل الضرب القياسي للمتجهين هو عبارة عن كمية قياسية. مثال عليها، لو احنا ضربنا متجه قاف ضربناه في متجه ف، هيعطينا الشغل كمية قياسية. ما نحطوش على احنا هالمتجه كمية قياسية، يتحدد فقط لإله مقداره فقط، لا نحتاج إلى تحديد اتجاه. طيب الآن سوف نتحدث عن الضرب القياسي أو الضرب النقطي. لاحظوا معنا الشكل الموجود لدينا، فينا متجه ألف، فينا متجه ب، بينهم زاوية مقدارها ثيتا. القانون المستخدم لإيجاد الضرب القياسي أو الضرب النقطي هو ألف ضد ب، عشان هيك سميها نقطي، شايفين النقطة هذه ألف نقطي، بده يساوي مقدار الألف في مقدار الباء في جتا الثيتا. طبعا هاي مقدار وهي مقدار، يعني 2 3 4 فقط، يعني من بنزلش نحدد اتجاه. في جتا الثيتا، ايش هي ثيتا؟ ثيتا هي عبارة عن الزاوية ما بين المتجهين ألف وباء. ثيتا عبارة عن الزاوية ما بين المتجهين ألف و ب. فينا أمام الآن سؤال من الكتاب صفحة 10، بيحكينا السؤال جد قيمة حاصل ضرب المتجهين ألف وباء إذا كان مقدارهما 5 و3 وحدات على الترتيب، والزاوية المحصورة بينهما تساوي 0 درجة. طبعا أول هلأ حاجة من نطبق القانون، طالما إحنا عنا بيحكينا هنا بده حاصل الضرب قيمة المتجهين، نطبق ضرب القياس. الحل ألف ضد باء بده يساوي مقدار الألف في مقدار الباء في جتا الزاوية، بصير لنا 5، طبعا هي ألف 5، باء مقدارها 3، الزاوية ثيتا كما معطينا إياها في المثال هنا جتا الصفر، جتا الصفر يساوي 1 ويساوي 15 وحدة. نجي المطلوب الثاني الموجود لدينا، ألف ضد باء بده يساوي مقدار الألف في مقدار الباء في جتا الزاوية، بده يكون لنا 5 ضرب 3 ضرب 0، مو أجل الصفر جتا 90، جتا بنعوض إحنا عن ثيتا بيساوي 90، فعنا بيصير 0. المطلوب الثالث الموجود لدينا يحكينا ألف ضد باء بده يساوي مقدار الألف في مقدار الباء في جتا الزاوية، وهي عبارة عن 5 ضرب 3 في سالب 1 اللي هي عبارة عن جتا 180 درجة، يساوي سالب 15 وحدة. ننوه لشغلة، إنه هنا عندنا الضرب القياسي بيكون عندنا أكبر ما يمكن لما هلأ تكون الزاوية ما بينهم بساوي 0، كما لاحظنا 15 وحدة، يعني الاثنين لهم نفس الاتجاه. وأقل ما يمكن عبارة عن سالب 15، متى؟ لما تكون إنه الزاوية ما بين المتجهين 180 درجة، يعني في اتجاهين متعاكسين. طيب هلأ الحين احنا تعرفنا ايش يعني الضرب القياس او الضرب النقطي، هنتعرف الوقت على الضرب الاتجاهي او الضرب التقاطعي. امامنا كما بنشاهد متجه ألف ومتجه باء،
بينهما زاوية مقدارهما ثيتا، راح نطبق القانون الموجود لدينا ألف كروس باء اللي يساوي مقدار الألف في مقدار الباء في جائب الزاوية ما بينهما. لكن هل يعني الناتج من هذا الضرب الاتجاهي كما حكينا إحنا في القاعدة بأنه الناتج من ضرب الاتجاهي لازم يكون هنا كمية متجهة، وبالتالي بنحدد له مقدار، هذا عبارة عن المقدار يعطينا مقدار ثابت وبحدد لنا اتجاه كما ترون. طبعا هيكون عندنا الاتجاه عمودي، اتجاه هذا المقدار الموجود لدينا هيكون اتجاهه عمودي على المستوى الذي فيه ألف وباء. كمثال معين كما ترون هنا في لدينا متجه ألف ومتجه باء، حاليا هيكون لنا حاصل الضرب لهي المتجهين هيكون لنا عمودي على المستوى الذي فيه ألف وباء. طيب كيف احنا بنحدد اتجاه الاتجاه؟ بنحدده من خلال قاعدة اليد اليمنى. هلا ايش هي قاعدة اليد اليمنى؟ قاعدة اليد اليمنى زي ما موجود لدينا بيحكينا افرد اصابع يدك اليمنى باتجاه المتجه الاول. هلا احنا بنفرد ايدينا فرد عادية زي هيك، بنفردها اتجاه المتجه مين؟ الاول عبارة عن الف، بعدين بيحكينا ثم ندورها باتجاه المتجه الثاني. هلا احنا بندور احنا اصابعنا اتجاه المتجه الثاني واتجاه المتجه ب، فيشير اصبع الابهام الى اتجاه المتجه الناتج عن حاصل ضرب المتجهين تقاطع، يعني زي ما شايفين هنا كما ترون عمودي على المستوى الذي فيه الف وباء. هذه عبارة عن قاعدة اليد اليمنى. حاليا بعد ما تعرفنا على ضرب التقاطع خلينا احنا نراجع المعلومات اللي اخذناها في الضرب القياسي والضرب الاتجاهي من خلال السؤال الموجود في الكتاب صفحة 10. بدنا نحل السؤال هذا. بيحكينا المتجهان ألف و باء يحصران بينهما زاوية مقدارها 53 درجة، فإذا كان مقدار ألف يساوي 8 وحدات ومقدار باء يساوي 5 وحدات فأوجد كل من مطلوب الأول ألف ضد باء، مطلوب الثاني ألف كروس باء. الحل بدنا نحل أول حاجة مطلوب الأولاني ألف ضد باء، بنطبق القانون مباشرة. ألف ضد باء يساوي مقدار الألف مقدار الباء في جتا الزاوية اللي هي عبارة عن جتا 53، فيكون هنا 8 ضرب 5 ضرب جتا 53 عبارة عن 6 من 10 ويساوي 24 وحدة. زي ما حكينا إنه الكمية حاصل ضرب اللي هي متجهين ضرب نقطة يعطينا إن كمية قياسية أو كمية يعني عددية لا تحتاج إلى اتجاه. هلأ نيجي المطلوب الثاني اللي هي عبارة عن ألف كروس باء، يعطينا مقدار الألف في مقدار الباء في جاء الزاوية الموجودة بينهما اللي هي عبارة عن 8 ضرب 5 في جتا في جاء 53 درجة، واللي راح يعطينا 32 وحدة طالما إنه لو حكينا 8 وحدات وحدات فتكون عندنا الوحدة وحدة القياس وحدة. هلا الحل هيك طبعا ما راح يكون كامل، زي ما حكينا لازم إحنا نكمل الحل كيف من نحكي انه في عندنا اتجاه، وين الاتجاه هذا؟ الاتجاه بيكون عندنا عمود على المستوى الذي يقع فيه الف وباء. هلا في الامتحان في مادة تدريبية فيه سؤال موجود بانه سؤال اخطر موجود انه الاتجاه الناتج من حاصل ضرب متجهين ضربا تقاطعيا يكون الخيار، هو في عندك خيارات فجواب كان هو اتجاه عمود على المستوى الذي يقع فيه المتجهان ألف وباء. فينا قاعدة نتعرف عليها. القاعدة الأولى بتحكي إنه ألف ضد باء يساوي باء ضد ألف كمتجهات. ليه؟ هلا عندنا المتجه ألف اللي قانون إحنا زي إحنا عرفنا اللي هو عبارة عن مقدار الألف في مقدار الباء في جهة الزاوية. طيب باء ضد ألف هي عبارة عن مقدار الباء في مقدار الألف في جهة الزاوية. طبعا إحنا حكينا مقدار وهذا مقدار. هلا كله 3 مثلا لو حكينا لو ألف 3 وباء 2 3 في 2 6 ونساوي هي نفسها، وهان هم 2 في 3 6 يعني نفس بعض. لكن فينا القاعدة الثانية اللي بتحكي عنا ألف متجه ضرب تقاطعي مع الباء متجه لا يساوي باء متجه مع ضرب تقاطعي بألف. ليه؟ لأنه هذه كمية متجه، بمعنى لو احنا ضربنا هذا ضرب متجه يكون كقيمة نفس الشغلة، لكن
هذا ضرب اتجاهي، وبالتالي لو احنا ضربنا هذا المقدار على سبيل المثال، هذا هتكون في الاتجاه الموجب لصاد. لو احنا طبقنا باء قوس الف طبقا لقاعدة اليد اليمنى، ستكون هذه باتجاه معاكس، يعني لو هذيك كانت في موجب صاد ستكون هذا المقدار في اتجاه سالب صاد. أرجو أن يكون درس ضرب المتجهات بات واضحا. وفي الختام أتمنى منكم مشاهدة ومتابعة المزيد من الموضوعات المفيدة في الفيزياء عبر مدونة مدينة الفيزياء للمنهاج الفلسطيني عبر الرابط التالي. نشكركم على حسن استماعكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.